بالنسبة للنقل الحضري وتنفيذ البروتوكول المتفق عليه ما بين وزارة الداخلية والجهة والولاية والجماعة والمفوض له، هذا البروتوكول هذا مازال كابتيغ ديالو. وآخر اجتماع اللي كان في وزارة الداخلية وكان فيه السيد الوالي والسيد العامل المسؤول على المديرية ديال النقل مع المفوض له، تم القرار بأن أنه هذاك ما تلتزم به الجماعة من ميزانية هي والجهة والداخلية خص تقوم بشراء نصف الأسطول، يعني ما يناهز واحد 114 الحافلة، بداك 45 ديال متوسطة، 64 ديال 12 متر، و6 ديال 15 متر. هذا القيمة ديالها هي 21 مليار سنتيم، وهذا الشيء كاين عند الجماعة مع الجهة مع وزارة الداخلية. وآخر ما كان هو أن كان واحد اللقاء مع مكتب الدراسات اللي غادي يوجد دفتر تحملات لشراء هذا الأسطول. إذا هذا الأسطول غادي يكون تشريه الجهة والجماعة، وكاين الأسطول الآخر النصف الآخر اللي خصو يلتزم به هو المفوض له، راه حتى هو تيوجد باش يوجد هذه الحافلات. السيد الوالي تيحث على أنه هذه الحافلات خصهم يكونوا في الصيف المقبل قبل الدخول المدرسي. بيان سور بيان سور، حنا تنقولوا 21 مليار غادي نشريو بها حافلات كلها جديده وعندها المعايير الجوده واللي تتحترم مسائل الجوده وديال الحداثه وديال مسائل مهمه واللي غادي تليق لمدينه فاس واللي تستاهل مدينه فاس الاحسن. فحنا هذا الشيء قابطين الطريق فيه، والمفوض له حتى هو تهيئ هذا النصف الاخر الاسطول، وهذا هو اللي واصل لنا دابا حنا الاخر.